يا هلا والله بالجميع، معاكم الوزير. على عليك نفس المقدمه كل مره. اول شيء جوج المتابعين يقول وينك يا جوج؟ ما تجينا ليش يا اخي؟ من زمان مشتاقين لك، وينك انت؟ انت قاعد تشوفوني، انا هنا. اوكي قدامكم. ويلكم باك يا جوجو في قناه الوجه. طيب يا جماعه، عدنا بالسلسله اللي كل 6 شهور كل 5 شهور ماني عارف اللي انا وجوجو نظهر. قناه الوجه. طيب قناه الوجه. طيب ممكن تخلينا نتكلم؟ بنشوف اللعاد ونحط فيها بطاريه. افتكرت مقابلتي مع ماهر وانا كل 5 ثواني اقاطعه، جو طالع علي قاعد قاطعني الحين. كلكم تعرفون اللوحات اللي عندي، لوحه النايت كينج ولوحه والتر وايت. خلوني اجيبها لكم احتياط عشان تشوفوها. هذه اللوحه الاولى يمكن كنتوا تشوفوها ايام ما كنت اصور وانا واقف. اللوحه هذه لوحه النايت كينج، حكايتها انها تسوي اضاءه في الظلام، يعني لما طيب لما تطفي انوار الغرفه تعطيك اضاءه كذا جلوينج. تعرفون الاضاءه ذيك اللي في الظلام كذا لونها على اخضر على ازرق؟ هذه اللوحه هذه ميزتها انها تضوي في الظلام. هذه اللوحه الاولى وصلتني من جي ام ديزاين او ديزاين جي ام او جاسم الله يعطيه العافيه. وهذه اللوحه الثانيه لوحة والتر وايت. السر المميز في لوحة والتر وايت هذه انها من هنا والتر وايت لما تلفوها تتغير. طيب كيف اجيبها لكم؟ تصير ايه تصير رسمة ثانية. مشكلة مي واضحة كويس هنا، غريبة في الواقع اوضح من كذا. على كل حال لما تغيروا مكانكم تغير الرسمة. يا ليل ان شاء الله واضحة كذا 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 رسمة وكذا رسمة او كذا صورة وكذا صورة. هذه ميزة اللوحة الثانية، لوحة النايت كينج تضوي في الظلام وهذه اللوحة تتغير من مكان إلى آخر او على حسب مكانك في الغرفة. هذه اللوحات القديمة يمكن كلكم عارفينها وقد شفتوها، ما في شيء جديد. الآن ايش؟ نوريهم ايش؟ اودي. لا نوريهم اللوحات جديدة اللي هي هنا في الكرتون، بعدين نوريهم اودي. اوكي؟ اوكي. طيب اودي حقي. طيب نبدا بالصورة. جي ام ديزاين الله يعطيهم العافية ارسلوا لي مجموعة لوحات، هذا شعارهم وهذا حساباتهم، طبعا بحط لكم حساباتهم وبحط لكم طيب انت تبي تغطي هذه؟ اوكي المفاجأة. بحط لكم حساباتهم لو حابين تطلبوا من عندهم لوحات. إذا كنتم تشتروا لأطفالكم اشتروا من هذه. هذه مرة حلوة. ياب تعتبر هدية جدا ممتازة. تقولوا وأطفالكم تقولوا اول شيء انصح. فخلينا نفك اللوحه الاولى، خلينا نشوف هذه مكتوب عليها اودي. اوكي ما قلت حاجه يا جماعه، ما قلت حاجه، انتم ما سمعتم، مسيركم مفاجاه. اللوحه الاولى لوحه ايش يا ترى يا جود؟ ها؟ ما اعرف. ما تعرفيش؟ بس انا بحاول اعرف. لا استني. بعدين افتحوها. انت بتغطيها. هذه لوحة توي ستوري او اودي، ما ادري هي واضحة معاكم هنا ولا لا، مع الاضاءة ذي مية راضي تبان. طب خدي هذه الاضاءة المستخية. كذا باز وكذا اودي، كذا باز وكذا اودي، تتغير اللوحة على حسب فوركي موقعك. وفي فوركي واقف مع اودي، او انها ثلاث لوحات هذه اصلا. لا يا اخي ليش صعبة تبان هنا؟ في الواقع شايفة هنا زي واضحة زي عين الشمس كذا. اودي باز، يمكن علشان العدسة. ما هي عشان هذا باز. اوكي هذا باز وهذا اودي. ايوه وفوركي. يا سلام، هذه اللوحه الاولى تتغير برضو على نفس الطريقه، بس الفرق هنا انه الاطار مره مختلف عن الاول. في اطار ترى بلاستيك شفاف من الاطراف اشبه بالقزاز، مره رهيب. او ممكن اتوقع انه اللون. ها وريهم هذا كمان، احنا ورينا هذه وقولوا طيب خلينا نوريهم ايش الميزه الثانيه اللي فيها. بابا انتبه على القزاز. ما عليك ما يتكسر. نوريهم الميزه الثانيه اللي فيها. بابا فيها الوان، فيها الوان. يفترض الميزه الثانيه في اللوحات شوف فيها انوار. يفترض انه فيها انوار، امال جايبين البطاريات احنا ليش؟ الميزه الثانيه في هذه اللوحات الجميله، طبعا وصلتني 4 لوحات من ديزاين جي ام او جي ام ديزاين ومن جاسم الله يعطيه العافيه. اللوحات هذه فيها ميزة جديدة غير اللوحات القديمة اللي كانت عندي، هذه فيها إضاءات، يعني تعطيك منظر للست اب مرة مجنون. يمداك تشغلها عن طريق يو اس بي مباشرة، يمداك تشبك فيها يو اس بي دايركت باور، أو إنك تستخدم البطاريات زي ما أنا مستخدم الحين، وبنشوف النتيجة بعد شوية، إن شاء الله تطلع حلوة. جوجو حبيبتي تعبانة اليوم، قشمها مسدود ممكن تلاحظوه. سلام دي حبيبة جبابة. سلام ما في مشكلة. حبيبي حبيبي. طيب هذه الأولى، شوف الحين لما نشغلها، روحي طفي التوصيلة، اضغطي الزر ذاك. اوكي. هنا. ايوه يا سلام، هاي تعالي. طيب كذا طفينا الأنوار، مستعدين تشوفوا؟ مستعدين بعدين. هولي مولي مولي. طب كذا مو باين شيء، عندي كذا باين، بس في الكاميرا ليش مش باين؟ يعني يفترض انها تعطيكم إضاءة في الليل، يا رب تبان، تكفى بينها يا هو. زبد الإضاءة صارت مضوية، شايفة كيف؟ حماس، يعني تخيلنا راكبة في الجدار. هيا الصف الأولى.
دقيقة، خلينا نراقبه في الجدار، ما ادري اذا باينة يا جوجو في الكاميرا، شوفي في الكاميرا باينة؟ لا بعيدة هي، والله مرة مي باينة، مع انها قدامي باينة بس الظاهر من اعدادات الكاميرا، مع اني حاطة الاضاءة يعني، ايوه يعني كذا ميك سنس، شايفين كيف صارت مضيئة؟ الصفحة الأولى نطفيها، ما هي مي باينة بس هنا انت شايفتها، كذا شايفتها صح؟ ايه انت ما انت شايفتها لأنك لابس نظارة، لا شايفة كيف ماني شايفة؟ شايفة زي الفل كمان واضحة زي طيب هي الصفحة الأولى هذه اللوحة الثانية قصدي أيوة. هذه اللوحة الأولى لوحة وودي وباز يطير بس تقول ويفترض انه هذه اللوحة ترى جابها لك جاسم او ديزاين جي ام جابوها لك هدية هذه حقي شكرا لك يا جاسم اوكي هذه اللوحة الأولى خلصنا منها اما اللوحة الثانية اعزائي المشاهدين ما راح يشوفه لا تشوفوا يا جماعة هذه بس هدية هذه اللوحة الثانية برضو جابوها جي ام ديزاين او جاسم او ديزاين جي ام جابوها لمين؟ جابوها لجوجو فجوجو الحين بتفتحها لكم وتوريكم انا بفتحها لحالي شوفوا يا جماعة لا تخافوا ولا شيء بس هي ما هي شيء اثنين ثلاثة أنا والله الإضاءة مرة مخربة علينا أم التصوير خلاص بطفيها كذا إلسا لا طفيها كذا إلسا ومن الجهة الثانية تصير يا ويلي على الإضاءة امسكي خلينا نعدل الإضاءة مرة ثانية افترض كذا إني حليت مشكلة الإضاءة كذا أنا وكذا إلسا كذا أنا في أولاف وفي أولاف كمان معاهم وبرضه تركب لها إيش؟ بطارية يعني صار عندنا لوحة توي ستوري ولوحة إيش؟ أنا ولوحة فروزن هي أنا وإلسا أما اللوحة الثالثة والرابعة فحجمها مرة كبير والنور خليها الحين طافية بعدين نولع النور لما أعلق لك في الجدار حقي أحط لك النور أوكي ولما يصير لما أشوف اللمبة تكون أنوار جميلة أوكي سولفي مع الكاميرا على بال ما أخلص تكلمي معاهم شوفوا عنده بابا هدية جابوا له مين؟ جاسم بتشوفوها بس غمضوا عينكم غمضوا عينك ما تفتحوه خلاص اللوحة هذه اكبر من اللي اول بكثير هذيك تبع جود كانت ايش على قد جود هذه على قد بابا بسم الله 3 2 1 اكشن بوم اوما مي دكتور سترينج يا جماعه دايام دكتور سترينج والماستر تبع دكتور سترينج او مدربته واو وبرضه فيها ايش خاصيه انك تضيف لها بطاريات من الخلف من هنا تضيف لها بطاريات من الخلف او تضيف لها او تشبكها دايركت بيو اس بي اتوقع لو تروحوا صفحه جي ام ديزاين او ديزاين جي ام راح تشوفوا ايش طريقه الاضاءه بالضبط وبتوضح اكثر لانه هنا اعدادات الكاميرا يبغى لها تظبيط علشان تبان بشكل كويس فهذه اللوحه الثالثه لوحه دكتور سترينج بابا عنده هديه جميله حقا بتعجبوه غمض عينكم لا تفتحوا غمضوا اللوحه الرابعه راح تكون لمين لا تفتحوا لمين يا مدير لمين ماتشل كامبي اوه وخر ذا شيليها هلا ابوي هلا بالجاد فادر هلا والله بالجاد فادر مايكل لا تقول هاي مارلون براندو لا تقول هاي مارلون براندو دون مايكل ايش ليش قاعد تقول مايكل الباتشينو مارلون براندو دون مايكل لا تقول هاي دون فيتو يا سلام بنفس الميزه وكمان بنفس الميزه ميزه انك ايش تقدر تركب عليها بطاريات واضاءات عجوده صرت علينا اوريكم كمان اللوحات القديمه هذه لوحه توي ستوري هذه من اوائل اللوحات اللي ركبتها في السيت اب تبعي وهذه لوحه انتاتشبلز ايش اسمها انتاتشبلز جود انتاتشبلز لا انتاتشبلز انتاتشبلز انا مو وصلت الفكره انتاتشبلز توي ستوري اوكي وهذه اللوحات برضه يمكن تابعتوها سويت لها انبوكسنج او مراجعه سريعه على الانستغرام وصلتني من كوادرو وريهم جود هذه اللوحه الاولى لوحه ايرين واللوحه الثانيه اللي عندك يجود لوحه مين؟ لحد ليفاي يهي طيب خلونا نستعرض اللوحات كلها الحين دفعه واحده يلا يا جوجو قولي لهم حكيهم عن اللوحات اللي عندنا الحين هذه اللوحه حق مين يا جود هذه لوحه حق ليفاي حلو واللوحه الثانيه دي حق ايرين حق مين حق ايرين حلو هذه حق اودي حلو وهذا ايش اسمه تحداك تقول انتاتشبلز 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 طيب حلو وذا مين نايت كينج يا سلام وهذا مين ايش اسمه هذا والتر وايت
صوت الوايت. يا سلام، لو تلاحظوا هنا بتكون واضحة من دون إضاءة. وخر يشوفوا كذا، لو كذا شكل وكذا شكل، هذا حلاوتها انه من كل مكان تتغير شكلها. خلاص جود مشت كلامها وخلتني اركب البطاريات في كل اللوحات، هذه اللوحه الاولى، هذه اللوحه الثانيه، وهذه لوحه دكتور سترينج. تبين كيف تتغير؟ هذه واضحه التغير فيها. وهذه لوحه جاد فادر، دون فيتو كورليون، ودون ماكل كورليون. ايش تقول يا جود؟ بابا هي عشان تطفي عشان لا تخرب البطاريات. ولا لا ما بتخرب البطاريات. تعالي عشان نقفل الفيديو. طبعا لا تحكم على الاضاءة من ذا الشكل، لانه فعلا يحتاج الاعدادات حق الكاميرا اضبطها عشان تبان اوضح من كذا. لكن في الواقع يا جماعة منظرها مرة مرة رهيب، يعني اللي قاعد اشوفه انا بعيوني غير اللي ظاهر في الكاميرا صراحة. عجبتني اودي اودي وفروزن. عجبتك توي ستوري وفروزن؟ اي. طيب ودكتور سترينج؟ صدقيني الاخ لا والله حلو دكتور سترينج، هذا بطلي المفضل يا تعبانه. وبعدين تعرف دون فيتو ودون مايكل، هذول اساتذه في 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 اداره البزنس. بس البزنس الشرعي كيف تعرفهم؟ اصدقائي درسوا معي في المدرسه زمان وانا كنت صغير. ما هم موجودين. طيب يا جماعه ختاما اول شيء نشكر صراحه بابا جي ام ديزاين على اللوحات الجميله. نعم. بابا من زمان ما سوينا بسكوت. بسكوت ان شاء الله ان شاء الله نسوي لهم فيديو. بسكوت لا والله بعدين مستقبلا، مش بكره، قريب اذا جات فرصه ابشري نسوي. اوكي يعني ما ينفع نسوي لهم نفس الطبخات، لازم نختبر، لازم نخترع طبخه جديده ونطبخها. عندي فكره، ايش رايك نسوي سمبوسه؟ سمبوسه ليت في رمضان ممكن، بس ايش نسوي سمبوسه كذا في وسط السنه؟ لحظه نسوي حلا. ايش الحلا اللي تبغانا نسوي؟ يعني حلا كذا نحط فيها شوكولاته. كذا نسوي كذا يعني نجيب قلب. اوكي ليش لا؟ اوكي يا جماعه ختاما نشكر جي ام ديزاين على اللوحات الجميله، واشكر شخصيا جاسم الله يعطيه العافيه اللي ارسل لي هذه اللوحات، للامانه شغلهم يا جماعه من اروع ما يكون. لو حابين يعني تطلبوا او تطلعوا على اللوحات اللي عندهم تقدروا تدخلوا على حسابهم، راح اترك لكم حساباتهم في الوصف. ويب جاب لك لوحتك، لوحتينك الثنتين فروزن توي ستوري، وجابوا لي لوحه دكتور سترينج ولوحه جاد فادر، وقبلها جابوا لي لوحه بريكنج باد ولوحه نايت كينج او جيم اوف ثرونز. بابا انت عندك لوحات كثيره، ما عندي لوحات كثيره. صار عندك لوحتين الحين؟ اي بس كذا. ما شاء الله عليك انت عندك كثير لوحات، وانا عندي كذا بس. ان شاء الله لما تكبري اخلي لك كذا، اسوي لك غرفه حلوه اصلا، احط لك فيها لوحات حلوه انت تحبيها. ايش رايك؟ مو حق رجال، حق بنات. خلاص انا احط لك فروزن، توي ستوري، وايش كمان؟ كمان إلسا. إلسا دعسوقه. ايوه. وكمان جيسي من توي ستوري. ابشري خلاص. وكمان بلبل و سلينكي. قولي شخصيات قولي كل شخصيات توي ستوري وخلاص. واميرة صوفية. اها مين هذه اميرة صوفية؟ عندها قوة. اوكي واضح اني ما اعرفها، بس ببحث لك عنها في جوجل. اوكي اوكي الى هنا نكون وصلنا الى نهاية اليوم. كان معاكم الوجيه وجود. باي 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 باي.